المكان رائع جدا، مكان ممتع. نوريكم واحد البلايص زوينين خاص فراس الماء. ها انتوما كما كتشوفوا، اللهم بارك. واخا غيكون الفيديو طويل ولكن غادي تكتشفوا معنا اجمل مكان. هذه راس الماء كما كتشوفوها، وكاينين هذا المكان رائع جدا. الله يسخر اخويا. ها انتوما اخوتي كما كتشوفوا، ها الرمان، ها الليمون، كلشي طبيعيه، ثلاجات طبيعيه. تبارك الله تبارك الله. شوفوا الاخوان هذا المنظر خيالي. شكرا. ثانكيو، داكشي اللي عرف بزاف قالها الهوريه. ثانكيو. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اجمل مكان اكتشفته، والاصوات الرائعه جدا. شوف شوف، ايه المليحه. ايوا بعد لبسنا القشابه والطربوش ديال الشفشاون، ها انتم اخوتي كما كتشوفوا نازلين الى راس الماء، وغادي نكتشف لكم اجمل مكان خاص الشفشاون. اللهم بارك. شوفوا حاجه زوينه بزاف. ها هي الليمون. شوف تبارك الله، شوف الليمون، وعندهم هذا البارك ياها. شوف شوف، الله يسخر، الله يوفق، الله يحفظك الصحه. ايوا اشوا ما تخيلوش شحال زوينه هاد العين. كاين في هاد الاتجاه وخارج من هنا. غادي نجيبو لكم دويره ننزلو نصورو لكم راس الماء. هذا هو راس الماء. الله يسخر لكم، الله يوفق. امين يرحم الوالدين يا ربي. امين. ايوا ما تخيلوش اجواء رائعه جدا. الحسين. انا الحسين. الله يحفظك. يلا لبست عند واحد السيده. شكرا. وما يقولوا انتينا الحسين الصافيه، داكشي ديال الرشيد الوالي. اذا اجواء رائعه جدا، اجواء ممتعه، ما تخيلوش شحال زوينه هنا. تبارك الله. اذا جيت لكم الصباح والناس كاينين هنا. الناس جايين يفطروا هنا ويلبسوا القشابه ويلبسوا المزيد ان شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يرحم والدين، الله يرحم والدين. اذا كما كتشوفوا هذا هو المكان رائع جدا، مكان ممتع. نوريكم واحد البلايص زوينين خاص فراس الماء. ها انتوما كما كتشوفوا، اللهم بارك. واخا غيكون الفيديو طويل ولكن غادي تكتشفوا معنا اجمل مكان. هذه راس الماء كما كتشوفوها، وكاينين هذا المكان رائع جدا. الله يسخر اخويا. هادو اصحاب العصير ياك؟ ها انتوما اخوتي كما كتشوفوا، ها الرمان، ها الليمون، كلشي طبيعيه، ثلاجات طبيعيه. تبارك الله تبارك الله. شوفوا الاخوان هذا المنظر خيالي. شكرا. ثانكيو، داكشي اللي عرف بزاف قالها الهوريه. ثانكيو. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اجمل مكان اكتشفته، والاصوات الرائعه جدا. شوف شوف، ايه المليحه يا المليح. تبارك الله يا الجيجه ودا السي بزاف في الجيج. شوف واحد البلاصه اخرى. شوفوا تبارك الله. هاي الله يسخر، الله يوفق. التسايكو كاين هنا. كاين سايكو كل البن. داكشي كيكون بزاف. شوف تبارك الله. شوف هذا هو عين ديال راس الماء. شوفوا تقاليد رائعه جدا. نتمنى بزاف ما يزلق لكم، حيت بزاف اللي يقدر يزلق هنا فيه الماء. شوفوا هذا الديكور، واو واو واو، الجنه فوق الارض. شوفوا شوفوا تبارك الله. واو، يا سلام يا سلام يا سلام. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بزاف المغامر هو دائما يغامر ويصور. شوفوا هذا هو العين ديال راس الماء. اي هاي هاي، الجنة فوق الارض. سمعوا سمعوا اخوتي، سمعوا سمعوا، الماء من هنا، الماء من هنا، الماء من هنا، الماء من هنا. اللهم بارك. وما تخيلوش شحال. سمعوا تبارك الله تبارك الله، والجنة فوق الارض. واكتشفت شي حاجه ما عمري شفتها في حياتي، والله اكتشفنا الشريش فيه الرمان، فيه الليمون، فيه كل شيء. هاي المليحه يا تبارك الله، المليح تبارك الله تبارك الله. هاي هاي
لبستها والله لبستها عند واحد السيده دقت بعينها حتى الغدا ان شاء الله يكون عندنا الوقت نلبسوا القشاب ان شاء الله. الله يسخر. شوفوا لي تيضحكوا في الفيزا يشوفوا يضحكوا فيه كانوا بزاف هو دابا مشريين بزاف هو واحد رجل هكا واحد اللي يده هكا واحد هكا هو كتشوف ايوا اشوا ممتعه في راس الماء. بغينا نديرو لكم الجوله في راس الماء هنا باش تكتشفوها وحاولنا نصور لكم فيديو كامل يكون واحد زيد شفتوهم كله حتى لهنا ديال راس الماء. شوفوا تبارك الله شوفوا اللهم بارك. شوفوا معنا الاخوان شوفوا الدراري قالت شي حاجه غنزل لكم بلايص زوينين ايطاليا هو حتى هنا راه فيه كلشي فيه كافي اي حاجه احتاجيتوها تلقاوها هنا. الله يسخر لكم الله يوفق. انتم اخوتي هادشي رائع جدا اللهم بارك. هاي 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 المريحه تبارك الله تفولك الوقت. هادو المقاهي ديال شفشاون في راس الماء الى جيتو لهنا حتى نتوما ممكن تستمتعوا في هاد المكان. شوف بزاف فين دايز باش نوضح لكم ها الطريق فاش كيدوزو الناس ها هو فاش دايز. شوف شوف رجيلات بزاف دايز من هنا. هو شنو الهدف ديالو هو يصور هاد البلاصه زعما انا راه واعر كندوز في بلاصه واعره حيت حتى واحد ما يقدرش يتمشى هنا. شوف تبارك الله تبارك الله. وما تنساو اخوتي راه الشلالات ديال اخشور جايين. شوفوا الطبيعه شوفوا الربع الجنه فوق الارض. واو 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 هذه هي شفشاون. الجبل انتم ما تخيلوش. وفي نفس الوقت باش نخبركم بانه النعاس هنا زوين. البارح نعست مرتاح فقت مرتاح هو هذاك والله هادشي اللي كاين. تبارك الله شوفوا الربيح. تبارك الله بلادنا راه جنة راه ما عارفينش حقها الا الكوار اللي كيجيو ليها كيجيو من اوروبا باش يكتشفوا بلادنا اللي زوينه. شوفوا شوفوا تبارك الله تبارك الله الناس كيفطروا كما كتشوفوا الناس بعد الناس كيفطروا. اجواء ممتعه تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف هذا راس الماء شوف اللهم بارك المليح المليح يا عاد المليح. باش نوضح لكم اخوتي راه التيتيس كاين هنا العشيه كيكون التيتيس بزاف. البارح مشى باش يتسارى يجيب دويره وشاف واحد التيتيزه ويتلف. التيتيزه ما هو السبب التتلف هي اللي تلفاتو. هزات هذيك البارتيه ديالها ولابسه هي سروال الكحل غير شافها بزاف وتلف صافي وباغي يدوي معاها وهي كتشوف فيه ولكن المشكله ديال بزاف ما كيقدرش كيخاف. دابا يشوف غير شي وحده هزه شي قرعه في يدها ولا هزه شي تليفون كيخاف منها كيخاف يضربو. دابا الضمير ديالو كيقول لك غادي يضربو بهذيك القرعه. قال لك بزاف الى جاب الله هضرت معها غادي تشير لي هذيك القرعه اللهم بلاش كيخاف. هذه هي مشكله دائما كنقولها لكم ولا ودي زعم خص هذاك الخوف ما يكونش فيك. سير زعما هضر مع السيده السلام عليكم عجبتيني بغيت ندوي معاك قالت لك مرحبا راه مزيان قالت لك لا صافي سير بحال. ولكن هو والو ما كيقدرش يدوي. هو كيشوف كلشي ولكن في الاخر ما كيقدرش يدوي مع الاسف الشديد عنده مشكل. نتمنى العلاج هذا المشكل ديالو ان شاء الله. انا نحاول نعالج هذا المشكل ان شاء الله نمشي معاه تقات يتعالج هذا المشكل ديال بزاف ما كيقدرش يدوي مع الدريات كيبغي يدوي معاهم ولكن كيخاف. دابا شي وحده ما هزه معاه والو كيقدر يزعم عليها واحد شويه يقدر يدوي معاك وتلقى بزاف هكا كامل كيترعد خايف ما يقدرش خايف رق هنا تزلت. نوفير كاز بكري قالتها لي واحد السيده امازيغيه صور الباكورات سول رتقصت خكره والو بزاف لي بالحس
فك يا اخي لبسوا. باش تعرفوا راه ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، اي حاجه كيعيشها بزاف وكنشاركها معكم، هذا هو الواقع. اذا هذا هو راس الماء، باقي مستمرين باش نصوروا لكم مكان رائع جدا. ديجا جينا راس الماء، ولكن دابا كاين التطور. الفيديو غادي يبان لكم الفرق ديال 2021 وديال دابا، غايبان لكم الفرق كبير. باش نكونوا واقعيين، ايوا كما كتشوفوا القشابه والمسائل، بعد الناس النساء ديال شفشاون كيترسقوا بهذه التقاليد ديالهم، الله يوفقهم ومسيره موفقه. الله يعاونكم اسيدي، الله يسخر، الله يسهل عليكم. ها شوفوا القنطره رائع جدا، ربما الا كانت امطار غزيره ولا الفيضان راه غادي نجي نصور لكم هذا الوادي. هذا الواد غادي نصوروه الا كان الفيضان. على هذا الواد ركزوا، حيت غادي نطول في الشفاون، نقدر نفوت هنا 15 يوم، بزاف عجبو الحال. شوفوا تبارك الله، شوف واو 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 واو، يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الجنة فوق الأرض، تبارك الله، يا سلام يا سلام. حتى الناس كيجيو يتصوروا هنا، كل واحد كيدير خدمته. إذا هذه خدمتنا حنا، اش غادي نقول لكم، ما تخيلوش شحال زوين هنا وبزاف عجبو الحال. حتى بزاف نعجبو الحال هنا، نعجبو هنا. البارح تعطرت فيه هذيك البنت، واحد البنت شافها بزاف وكيف تعطرت فيه مع الاسف، تعطرت فيه جابت ليه التمامه فهداك الجرح في الكبده ديالو، الجرح مسكين. ها انتوما كتشوفوه، دابا هو المليح، دابا يشوف شي وحده قرطاسه واعره كيتجرح، حاجه عاديه ما كيوقع ليه والو. هي اللي جرحاته، هزات ديك لابسه هي واحد الباطيا، هزات جات لقدامي وهزات هذيك الباطيا بينات ليا الديكور ديالها وهي تلف بيزات، مابقاش عارف فين كاين. بديت كندوي معاها، قلت الله يهديك سير دوي مع السيده هو خير، قال لك خير تما مع الاسف. شوفوا تبارك الله، شوفوا واو واو واو، يا سلام يا سلام، ترى الجنه فوق الارض، شوف الجنه ديال سيدي ربي، شوف واو والله ما بارك، الجنه فوق الارض، بارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، يا سلام يا سلام. شوفوا فين غادي بيزاف، فين هو باقي تابع مع غادي مع هاد العين. الله هو الله اكبر. شوفوا اذا هادشي رائع جدا جميل. اذا اش غادي نقول لكم، غادي نساليو الفيديو هنا. حاولنا صورنا لكم راس الماء وصورنا لكم كل شيء، وكاين بعض المناطق حتى هما غادي نصوروهم ان شاء الله بحول الله. شفشاو، اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا كاع الساكنين ديال شفشاو اللي تعاملوا معنا تعامل رائع جدا، تحياتي. شفشاو المغرب.